السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة لسه بنكمل مع بعض شرح منهج الماث Primary 3، الصف الثالث الابتدائي، ترم 1 الترم الأول، واحنا زي ما قلنا بنشرحه من كتاب المعاصر طبقا لآخر تعديل من الوزارة. وطبعا النهاردة زي ما قلنا كل مرة هناخد 4 دروس. النهاردة عندنا من ليسون 5 حتى ليسون 8، 5 و6 و7 و8 4 دروس، وطبعا هنحل التدريبات والمسائل بتاعتهم، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ان شاء الله ده يعتبر درس خصوصي انت بتاخده وانت موجود في بيتك، بتشوف الشرح وبتشوف المسائل بتتحل ازاي وبتفهم كل المعلومات بمنتهى البساطة. وبناخد هوم وورك كمان نحله في البيت، الهوم وورك الاسبوعي بتاعنا، كل اسبوع بناخد 4 دروس. واوعدك ان شاء الله قبل نهاية الترم نكون خلصنا المنهج كله وحلينا التدريبات بتاعته كمان. النهاردة ليسون 5 و6 و7 و8 بتتكلم عن حاجة اسمها measuring lengths. measuring lengths أو قياس الأطوال. إزاي بنقيس الأطوال؟ عندنا وحدات لقياس الطول، بنقيس بيها طول أي حاجة. فهنا بيكلمنا عن 3 وحدات. أول حاجة اسمها المليمتر، المليمتر دي وحدة صغيرة خالص. تاني حاجة اسمها السنتيمتر، السنتيمتر دي وحدة أكبر منها بشوية. تالت حاجة المتر، المتر وهو المتر. السنتيمتر ده أصحابي اللي هو موجود عندنا في المسطرة، عارفين المسطرة بتاعتنا ديت، المسطرة يا أصحابي، المسطرة زي ما احنا شايفين قدامنا، الشرطة الطويلة دي بينها وبين هنا، بين الشرطة الأولانية دي 1 سنتيمتر، كده 2 سنتيمتر، كده 3 سنتيمتر، وهكذا. فكل شرطة منهم بتعبر عن سنتيمتر واحد، فبالتالي دي وحدة القياس. الشرطة بقى الصغيرة خالص دي، الشرطة بقى الصغيرة خالص دي اسمها المليمتر. شفتوا المليمتر ده صغير ازاي؟ المليمتر ده صغير خالص، فكل شرطة صغيرة، كل مسافة بين شرطة صغيرة وشرطة اللي جنبها الصغيرين خالص دول، ده اسمه مليمتر. يبقى السنتيمتر، السنتيمتر الواحد فيه 10 مليمتر، زي ما انت شايف قدامك، السنتيمتر الواحد فيه 10 مليمتر. المتر بقى او المتر فيه 100 سنتيمتر، يبقى المتر ده أكبر واحد فيهم، المتر 100 سنتيمتر، والسنتيمتر فيه 10 مليمتر. دي وحدات القياس اللي هنتكلم عنها النهاردة في الدرس الجميل بتاعنا. يبقى أول حاجة المتر فيه 100 سنتيمتر، ده أكبر واحد فيهم، وده بنستخدمه علشان نقيس بيه الحاجات الطويلة شوية. مثلا ممكن نقيس بيه طول عربية، نقيس بيه طول شجرة، ممكن نقيس بيه طول بيت. السنتيمتر ده ممكن نقيس بيه الحاجة اللي طولها معقول شوية، زي مثلا القلم اللي في ايدنا ده، زي مثلا الاستيكة، البراية، الكتاب اللي احنا بنكتب فيه، دي بنقيسها بالسنتيمتر. المليمتر بقى ده اللي هو الصغير خالص، ده بنقيس بيه الحاجات الصغيرة خالص، الحاجات اللي طولها صغير خالص، فمش محتاجين ان احنا نقيسها بحاجة كبيرة. فهنا بيكلمنا، بيقول لنا على وحدات القياس. Meter used to measure distance and longer lengths as buildings and buses. بس يبقى بنستخدمه للمسافات الطويلة شوية، وبنقيس بيه الحاجات الأطول شوية زي البيلدينجز أو المباني، والباصز اللي هي الأتوبيسات. حتى جايب لك هنا صورة بيلدينج. السنتيمتر وبنرمز له بالسي ام. سنتيمتر، a centimeter cm is a small standard unit of measuring length used to measure the length of small objects as pencils, books and erasers. يبقى بنستخدمه لقياس الحاجات الصغيرة شوية زي البنسلز والبوكس والإريزرز أو الأساتيك. المليمترز بقى أو المليمتر طبعا اللي بنرمز له بإم إم. مليمتر، a millimeter mm is a very small standard unit of measuring length. It used to measure the length of a very small object as
the length of an insect. Insect اللي هي حشرة. A millimeter is about the width يعني عرض. هو المليمتر ده يعتبر عرض of the point of the end of your pencil. العرض بتاعه هو يعتبر مقاس النقطة بتاعت القلم الرصاص بتاعك. يعني انت لو حطيت نقطة بالقلم الرصاص بتاعك زي ما هو موضح لنا هنا، النقطة دي العرض بتاعها 1 مليمتر، فهو بيوريك قد ايه هو صغير خالص. علشان كده بيقيسوا بيه الانسكتس او الحشرات، الحاجات الصغيرة خالص اللي هي مينفعش نقيسها بالسنتيمتر او بالمتر. دي الوحدات القياس اللي احنا قلنا عليها دي، وهي دي موضوع درسنا النهاردة. تعالوا بقى نحل بعض التدريبات مع بعض. فهنا بيقول لنا في السؤال ده check او ضع علامة جنب الإجابة الصحيحة طبعا. فهو بيقول لك هنا tick يعني اعمل علامة true او ضع علامة صح. Tick true the suitable unit of measure each object. حط علامة صح جنب الوحدة القياس الصحيحة لكل object او عنصر من العناصر اللي هو مدهلنا. فهو من هنا مدينا البيبر كليب او دبوس الورق. هنقيسه يا ترى بالمليمتر ولا بالمتر؟ طبعا مش هنقيسه بالمتر خالص لان ده غلط، ومش هنعمل علامة غلط زي صاحبنا هنا لان صاحبنا مش مركز. هنقيسه بالمليمتر لان المليمتر هو وحدة قياس الحاجات الصغيرة. فصاحبنا مش مركز، يا ريت نركز شوية. ها البيبر كليب او دبوس الورق بيتقاس بالمليمتر مش بالمتر. المتر ده لسه بنقول من اول الشرح ان هو بنقيس بيه الحاجات الطويله والكبيره قوي. طيب اللي جنبه يبقى هنعمل هنا علامه صح على المليمتر. هنعمل هنا علامه صح على المليمتر. اللي جنبه التري او الشجره الجميله دي هنقيسها بالمتر ولا بالمليمتر؟ هنقيسها بايه؟ بالمتر. شاطر. الفون او السيلفون او التليفون ده بنقيسه بالمليمتر ولا بالمتر؟ بالمليمتر. بالمليمتر صح. البوتل اوف ووتر او ازازه الميه دي هنقيسها بالمليمتر ولا بالسنتيمتر؟ هنقيسها بالسنتيمتر. بالسنتيمتر صح. طيب الانسكت او الحشره دي هنقيسها بالمتر ولا بالمليمتر؟ بالمليمتر. بالمليمتر صح. طيب التوي دي او اللعبة دي هنقيسها بالمتر ولا بالمليمتر؟ بالمليمتر. بالمليمتر. ليه؟ لان احنا بنقيس بالمتر الحاجات الطويلة شوية، والسنتيمتر الحاجات اللي مش طويلة قوي، والمليمتر بنقيس بالحاجات الصغيرة خالص زي ما قلنا من شوية. عندنا هنا زي ما وضحت لكم في اول شرح، بيعرفنا بيقول لنا ان ال 1 متر بيساوي 100 سنتيمتر. يبقى 2 متر بتساوي ايه؟ 200 سنتيمتر. وال 5 متر بتساوي 500 سنتيمتر. وال 8 متر بتساوي 800 سنتيمتر. اما هنا بيقول لنا السنتيمتر الواحد فيه 10 مليمتر زي ما قلنا في اول الشرح. فبيقول لنا هنا 2 سنتيمتر بتساوي 20 مليمتر. وال 4 سنتيمتر بتساوي 40 مليمتر. وال 19 سنتيمتر بتساوي 190 مليمتر. تمام، هو ده اللي لازم ناخد بالنا منه، لان ممكن يطلب منك في المسائل ان انت تحول من المتر للسنتيمتر او من السنتيمتر للمليمتر وهكذا. فنبقى عارفين ازاي كل واحد منهم بيساوي قد ايه من التاني. فهنا زي ما قلت لكم هيسالنا في الجزء ده، فبيقول لنا هنا 6 متر او 6 متر بتساوي كام سنتيمتر؟ 600 سنتيمتر. يبقى نكتب هنا 600 سنتيمتر. طيب بالنسبة لل 28 سنتيمتر بتساوي كام مليمتر؟ بتساوي هنضرب في كام؟ في 10 ولا في 100؟ هنضرب في 10. يبقى كام؟ 280. يبقى تساوي 280 مليمتر صح، لان احنا ضربنا في 10. طيب ال 2 متر بلس 5 متر يعني 2 متر زائد 5 متر بتساوي نقط بلس نقط بتساوي كام سنتيمتر؟ فاحنا نحول الاول ال 2 متر دي كام سنتيمتر
وبعدين ال 500 وبعدين ال 5 متر دي هنحولها هنا لكام سنتيمتر، وبعدين هنكتب في الاخر مجموعهم كلهم في الاخر. يبقى 2 متر بلس 5 متر بتساوي كام سنتيمتر زائد كام سنتيمتر؟ بتساوي 700 سنتيمتر. ايوه يعني 200 و500 يعني 700 سنتيمتر. طيب بعد كده عندنا 6 متر بلس 30 سنتيمتر بتساوي نقط بلس نقط بتساوي كام سنتيمتر؟ بتساوي ال 6 متر دول فيهم كام سنتيمتر؟ ال 6 متر فيهم 600 سنتيمتر. يبقى هنا 600 بلس 30 هينزلوا زي ما هما، يبقى في الاخر كام كام سنتيمتر؟ 630 سنتيمتر. طيب عندنا هنا في السؤال الثالث 30 سنتيمتر بلس 10 مليمتر بتساوي نقط بلس نقط بتساوي كام مليمتر؟ المفروض ال 30 سنتيمتر دول فيهم كام مليمتر؟ فيهم 30 سنتيمتر. السنتيمتر الواحد فيه كام مليمتر؟ 10. يبقى 30 فيهم كام؟ هنضرب 30 في 10. 30 في 10 بكام؟ 300. يبقى 300 مليمتر. و10 مليمتر ينزلوا زي ما هما لان احنا عايزين نجيب النتيجه بالمليمتر، يبقى 310 مليمتر. طب عندنا هنا 60 سنتيمتر بلس 20 سنتيمتر بتساوي نقط بلس نقط بتساوي مليمتر، يبقى نحولهم كلهم للمليمتر. 60 سنتيمتر دول فيهم كام مليمتر؟ 60 سنتيمتر سنتيمتر فيهم 600 سنتيمتر، و20 سنتيمتر فيهم 200 مليمتر، يبقى مجموعهم كلهم كام مليمتر؟ 800 مليمتر. 800 مليمتر. طب هنا فوق بيقول لنا 9 مليمتر بتساوي كام سنتيمتر؟ هو السنتيمتر فيه كام مليمتر؟ السنتيمتر فيه 10 مليمتر، يبقى 9 مليمتر دول اقل من سنتيمتر واحد، يعني فيها 9 من 10 مليمتر. طيب 5 سنتيمتر بتساوي كام مليمتر؟ 5 سنتيمتر بتساوي 50 مليمتر. 50 مليمتر. ليه؟ لان السنتيمتر الواحد فيه 10 مليمتر. طيب كام متر بتساوي 700 سنتيمتر؟ كام متر بتساوي 7؟ ايوه 7 متر صح، لان المتر الواحد فيه 100 سنتيمتر، يبقى 7 متر بتساوي 700 سنتيمتر. طب كام سنتيمتر فيهم 120 مليمتر؟ كام سنتي فيهم 120 مليمتر؟ 12 سنتيمتر، لان احنا زي ما قلنا السنتيمتر الواحد فيه 10، فبالتالي ال 12 فيهم 120 مليمتر. بكده نكون حلينا الجزء ده، وهو هنا موضح لنا الاجابه تحت علشان يسهل عليك، بس لان ده في الشرح بس احنا كنا بنحل مع بعض، واحنا عندنا هوم ورك خاص بالدرس ده. تعالوا بس نشوف ازاي بنقيس الاوبجكتس باستخدام اليونتس او الوحدات المختلفه بتاعه القياس. فعندنا هنا موضح لك ان هو بيستخدم السنتيمتر في ان هو يقيس البنسل، بيوريك ان الاريزر او الاستيكه بتاعه البنسل بنقيسها بالمليمتر. ليه؟ لان هي صغيره. بيوريك كمان ان احنا ممكن نقيس البيبر كليب او دبوس الورق بنقيسه بالمليمتر. ليه؟ لان هو صغير، فهو اقل من 2 سنتي، هو حوالي سنتي ونص يعني 15 مليمتر. بيوريك كمان ان انت ممكن تحسب الطول بتاع البنسل بالسنتيمتر او بالمليمتر، يعني لان هو لو هو مثلا 7 سنتيمتر و5 مليمتر يبقى هو في الاخر يعتبر 75 مليمتر. هو بيعرفك كده ان طول البنسل ممكن تحسبه بالمليمتر زي ما ممكن تحسبه بالسنتيمتر عادي خالص. ممكن يبقى 11 سنتيمتر زي اللي فوق ده وطويل شويه واصل لغايه 11، ممكن بريناه شويه واستخدمناه شويه فبقى قصير شويه، فبالتالي بقى 7 سنتيمتر وبعدين زاد سنه صغيره دول 5 مليمتر. فاحنا بدل ما نقول 7 سنتيمتر اند 5 مليمتر
بنقول طوله بالمليمتر على طول، فبنقول 75 مليمتر، لان السنتيمتر الواحد فيه 10 مليمتر زي ما قلنا من شوية. مهم قوي ان احنا نكون عارفين الكلام ده ومركزين فيه علشان نعرف نجاوب على الاسئلة بشكل صحيح. وهنا عندنا طبعا بيوريك وبيقول لك انت لازم تستخدم بقى الرولر بتاعتك او المسطرة بتاعتك علشان تقيس الاوبجكتس دي، وبيوريك هي كل واحدة منهم ممكن يبقى طولها قد ايه. فانت طبعا هتحل ده هوم وورك، ده هوم وورك طبعا. هنا الاكسرسايزز اللي على الدرس بتاع النهاردة كلها هوم وورك. هو درس سهل جدا بس محتاج شوية تركيز مننا، وهتستمتعوا جدا وانتوا بتحلوا الأسئلة الجميلة بتاعته. وهتعرفكم كمان معلومات جديدة عن أطوال الأشياء حواليكم في الدنيا وفي العالم الحقيقي. بكده نكون وصلنا لصفحة 58 أو page 58 في كتاب المعاصر ماس. إن شاء الله المرة الجاية هنشرح أربع دروس برضو من 9 و10 و11 و12. أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.